عليكم، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا دائما على خير وبخير، ومرحبا بكم معايا في الجزء الثاني من جولتي في تايلاند. كما كتشاهدوا اخواتي، اليوم معكم فيديو جد ممتع. ضروري توجدوا واحد كويس داتا ولا قهوه وباش تستمتعوا لي بهذه الطبيعه الخلابه. ما شاء الله سبحان الله، كل دولة ولا كل منطقة والجمالية ديالها سبحان الله العظيم. مهم الطبيعة ديال تايلاند عطاني شوية مغايرة، ولا المباني ديالو. مهم حاولت ما أمكن صور جميع الحوايج اللي أنا لفتوا لي انتباه، يعني مولفاشي كنشوفهم، يعني جاوني غرابي صراحة الله، وفي نفس الوقت مزيونين، يعني مناظر جميلة بزاف. وحاولت ما امكن صوركم الطبيعه، لان كما كتعرفوني انا من عشاق الطبيعه والبحار وما هو طبيعي. المهم ما نطولش عليكم الكلام، نتمنى لكم الجوله ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. Yeah.
فين ما الو فين ما ما جاي هنا اخواتي كنكونوا شرفنا على نهايه الجوله ديال اليوم من تايلاند. كنتمنى ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معايا بهذه الجوله هذه بهذه المناظر الجميله الخلابه ما شاء الله سبحان الخالق. يعني شي مناظر يعني كيبقى الانسان يتامل فيها. مهم خلاصة القول لك الله وجميل يحب الجمال سبحان الله. ربي خلقنا وحال الجمال في الطبيعه يا ما كايناش شي حاجه احسن منا. نلتقاو اخواتي في الجزء الثالث ان شاء الله لان ما بغيتش منكم فيديوهات طوالين باش ما تملوش فيديو تجي تكون طويل. حاولت ما امكن نقسمو لان تايلاند كما كتعرفوا فيها بزاف ما يتشاف وصورت لكم بزاف فيديوهات مزيونين بالخصوص في الطبيعه. مهم ما نحرقوش المفاجأة. تسناوني فيديو قادم إن شاء الله وشكرا على المتابعة وعلى التتبع ديالكم وعلى الوفاء ديالكم. وما تنسوني شي باللايك وشي تعليق محفز. وتلقاو إن شاء الله فيديو قادم. السلام عليكم.